جايز، اليوم الرابع على الحجر، بس أنا بالبيك تبع الفيروس هلأ، يعني بين السابع وتاسع يوم بيقولوا دايما بتكون مرحلة شوي دقيقة، يا بيقوى فيها الفيروس بيتفاعل أكثر مع الجسم يا بيكون ستيبل. أنا عم تكون الوعي شوي صعبة علي، يعني بقوم مع طرقات قلب سريعة، أوقات بحس أنه في ضغط على دينية وعلى الساينس. بعدني ما استعدت ولا حاسة لا الشم ولا عم بستطعم. عملت الوصفة يلي صار من حكى فيها كتير، قصة الكليمانتين يلي منحرقها على الغاز وقت بتصير سودة من قشرة، بناخد اللب جواتها وبنخلطه مع سكر أسمر وبناكلها هي وسخنة. أنا عملتها على مرحلتين. هلأ في ناس يمكن بتاخد معهم وقت أكتر من ناس، في ناس أوريدي رجعوا يستطعموا. وعم تابع أكيد العلاج. هلأ بالنسبة لموضوع الأسبرين، لأنه في كتير ناس تهجمت علي، أنا ما جيت نصحت حدا ياخد أسبرين، أنا قلت شو طبيبي قال لي لإلي، لأنه بمعظم الحالات الشباب هن اللي عم يعملوا جلطات عكس ما الناس بتفكر. يعني بالعشرينات بالثلاثينات بالأربعينات عم بيصير في كتير كيسز جلطات، لأنه في ناس ما عم تاخد مسيل للدم، يعني أسبيكوت أو أسبرين. فطبعا أنا بقول استشيروا طبيبكم، لأنه كل واحد الكيس تبعه مختلف، بس أنا عم بحكي بحالتي أنا. الشيء اللي بدي ركز عليه اليوم هو الموضوع السيكولوجي، لأنه كورونا ثلاث أرباعها كمان بتلعب على النفسية، فكتير أوقات رح تحسوا حالكم داون. أول شيء سلامة قلبك. أنا كنت متابعك يوم بيوم على السوشيال ميديا وعلى الإنستغرام، وكنت عم شوف كل الفيديوز، كل كلمة قلتيها هي كانت مفيدة للي عم يشوفك وعم بيتابعك. بالفعل حكيتي عن تجربتك الخاصة بكل شفافية. طبعا حتى لما كنت عم تقولي شو تجربتك مع العلاجات كنت عم تقولي على صعيد شخصي، وعم ترجع تقولي أنه استشيروا طبيبكم. أول شيء بدي حييكي، اسم الله عليكي جميلة وأنيقة دايما، وطلتك حلوة وكاريزما مع كورونا وبلا كورونا. صباح الخير لألك ألين. صباح النور جوزيف، مرسي كتير، مرسي على هالكلام، thank you. ألين طبعا يعني بدي بلش من آخر جملة قلتيها، قصة وقتها وقلتي اسم دواء وتهجموا عليك بعض العالم أنه عم تعطي أنت وصفات وما قالك حق تعطي وصفات، كيف صارت القصة؟ ولا صراحة طبيبي من أول ما خبرته شو عم بيصير معي وتبين إنه التست كان بوزيتيف، قال لي ألين بديك تاخذي مع الفيتامينات أسبرين. ومين ما قال لك ما تاخذي أسبرين بليز خذي. وبوقتها سألته قلت له ليش الإصرار على الأسبرين، قال لي لأنه عكس ما الناس بتفكر الجلطات أكثر شيء عم تجي بالأعمار الصغيرة. فالأسبرين بيمنع حصول الجلطات. حاولت أن أوصل هالفكرة، ويمكن أنا وصلتها بطريقة فهمت غلط، فقامت الدنيا علي من بعض الأشخاص يلي قالوا كيف بتوصفي أسبرين، في ناس عندها مشاكل. رجعت وضحت بوقتها، قلت أنا قلت كل واحد يستشير طبيبه، بس أنا هيك الطبيب اللي عم بيتابعني قال لي، لأنه بيتفاجئوا العالم أنه بالعشرين وبالثلاثين وبالأربعين أكثر شيء عم بتصير الجلطات، مش بأعمار أكبر. بيكون الدم بعده قوي وحامي بالشريين ما بيحمل، بس برجع بقولكم استشيروا طبيبكم. في عالم ما بتحمل مسيل للدم، بيكون عندها اوريدي هي سيلان بدمها، كل انسان عنده كيس تختلف عن الثاني. تجربتك مع هالفيروس كانه قوتك، كانه خليتك هيك تحسي لازم تعملي منها شيء ايجابي وتنقلي تجربتك يوميا حرفيا شو عم بصير معك. صح 100%، لأنه بتعرف قد ما عم نسمع أخبار، وأنا حدا كتير بيعمل أبحاث، يعني كتير بفوت بقرأ، عندي أصدقاء أطباء بسألهم كتير، كنت دايما أسأل حالي أنه يمكن بيوم من الأيام كون أنا من الأشخاص اللي رح ينصابوا بالفيروس. وعم بسمع كتير أنه الفيروس صار تابو، في ناس بتستحي تقول أنه معها كورونا، في ناس بتستحي تقول أنه بتعرف حدا عمل كورونا. استغربت واستفزني الموضوع، قلت بدنا شوي نتخطى مرحلة الخوف والتابو والاستحى ونحكي بالموضوع بشكل أنه نقدر نفيد بعضنا، لأنه في كتير عالم عم تلقط كورونا ما عم تعرف، عم بيصير عندها نفس العوارض، عم تتخبى أو يمكن عم تدهور حالتها، عم بتخاف تقول للي حواليها. قلت انه نحن كببليك فيجرز يلي الناس بتسمعنا ويمكن بترتاح اكثر اذا عرفت انه نحن مثلنا مثلهم بنمرض وبننوجع وبتطلع حرارتنا، قلت بدي استغل الظرف واحكي بالموضوع. وخلي الناس كمان تتشارك معي. وهلا اذا بقول لك كميات السؤالات اللي بتجيني بالنهار واللي دغري بجيرها للدكتور اللي عم بيتابعني، هالشيء اول شيء عم بيفرحني انه الناس عم تتجرأ. وتقلهم للناس انه فينا نتخطى هالمرحله، مش اذا صار معنا كورونا يعني خلص انقضت علينا، لانه كمان شوي بالسوشيال ميديا وبالاعلام عم بيخوفوا العالم بمطارح. انا ماني ضد انه الواحد يخاف كرمال يهتم وينتبه،
بس أنا ضد إنه واحد يخاف ويفكر إنه خلص. أوقات الخوف والرعب ممكن يخفف من المناعة، لازم أنت واجهتي من أول يوم بقوة، يعني هل انصدمتي بس عرفتي، وهل إصابتك بكورونا هو استلشاء منك أو وجودك بمكان بدون ما تقصدي؟ لا بحكي لك الصراحة، أنا الحمد لله ما خفت. ليه؟ لأنه عرفت أول ما فقدت حاسة الشم وأول ما عدت أستطعم شكيت، قلت لحظة هيدا مش شيء طبيعي، مش سينوزيت أو رشح عادي. بس أبدا ما كان استلشاء جوزيف، لأنه اللي بيتابعني بيعرف كتير منيح قدي أنا بنتبه وقدي بيخد احتياطاتي. بس لأنه صار في كتير ناس أسمبتوماتيك، يعني ما بيبين عليهم عوارض، وهيدي الموجة الثانية كتير هلأ هالفترة زايدة إنه الناس ما يكون عندها عوارض. شكيت، يعني تقريبا بعرف شو المصدر، مع أنه حرام ما بحب أحكي بالموضوع، لأنه بعرف أنه ما بيكون الشخص قاصد إذا ما عنده عوارض. أنا حدا ما بيشلح الماسك، ثاقبت بظرف معين صارت أنه شلت الماسك، لأنه بتضطر أوقات وبدي يكون بها، هي لحظة بتكون وبتصير. بس أوين الموضوع أكثر؟ أوين؟ لأنه كنت واعية ومتحضرة، يعني من لحظة اللي صاروا العوارض تاني يوم رحت عملت PCR، ما نطرت كتير وطلعت النتيجة بوزيتيف، وكنت مهيئة مسبقا، يعني اتصلت بحكيمة قلت له عم حس 1 2 3، كان عشية، قال لي بكرة الصبح بتنزلي بتعملي PCR وبقلك شو بدك تعملي من لحظتها حسب النتيجة. وإذا طلعت النتيجة بوزيتيف كنت محضرة وعملت كل اللي لازم، ومش هيك من اول يوم، يعني شو ما يقول الحكيم كنت عم بتشارك فيه مع الناس. بدي هيك منك اجوبه سريعه على بعض الاسئله لنفيد العالم. بالنسبه لوقت عملت الفحص وكنت فاقده حاسه الشم والذوق، اي يوم كنت لما عملت البي سي ار؟ لانه كنت اوريدي فقدتيون، قالوا لك اي يوم باي مرحله كنت؟ ايه كانت صرت بنصها تقريبا حسب التحليل. بدون ما تعرفي يعني كنت صرتي بلشتي ممكن تعدي وانت ما معك خبر؟ صح مزبوط، لانه ما عندي كان عوارض فجاه، يعني تدريجيا اذا بدك راحت حاسه الشم والذوق. ثاني يوم عملت البي سي ار وعشيه طلعت نتيجة. يعني هون بدنا نوجه هون هيدي الشغله، انه انت ما كنت حاسه بعوارض، كان عندك كورونا، عرفتي بس فقدتي حاسه الشم والذوق هالحسيتين ورحت عملت بي سي ار، يعني كنت انت بمرحله اذا تخلطتي مع حدا كان ممكن تعديه، يعني هي شغله. 100%. طيب قديش قصه القعده بالبيت وحدك، يعني يحجر حاله الانسان 15 يوم بس للعالم تحس بهالعبء الكبير لينتبهوا من كورونا، عن جد لينتبهوا من كورونا، قديش ابشع شيء هو القعده بالبيت وحده الانسان؟ أكيد هذا سؤال كتير مهم، لأنه أنا أول ما اكتشفت شو صار معي فليت من البيت، لأنه قلت ما بدي أعرض بي ولا البنت اللي عنا بالبيت أنه ينعدوا. عزلت حالي بمكان لوحدي، بعد 3 أيام بي طلع بوزيتيف، فرجعت جيت على البيت. إذا بدك شوي اللي بيعزي أنه بطلت لوحدي، بس هي فكرة أنك تنعزل أصلاً ما نهينة، يعني أوكي يمكن لأنه بي معي شوي بنتونس ببعض، بس فكرة واحد يعزل حاله ما نهينة أبدا. يعني أنا أول 4 5 أيام اللي كنت فيهم لوحدي كانوا صعبين، بس كنت حاملة هالمسؤولية وقيلي خلص بدي أعيش هالتجربة وأتعلم منها، وبدي كمان أكون بعيدة عن كل حدا ممكن شكل عليه خطر. لأنه بلحظة عن جد جوزيف بتبطل تفكر بحالك، بتصير تحس بذنب أنه أنا معقول كون سببت العدوى لناس بلا ما أكون قاصدة، خاصة أنه ما كان عوض. كيف وبيك؟ بي منيح مستقر، مرقنا بيومين شوي هيك صعبين، لانه كلهم بيعرفوا اللي قطعوا كورونا عندك يومين بيك، انا كمان قطعت فيهم، مش ضروري يكون في حراره بس بيصير في انزعاجات، وحتى الحاله النفسيه بتتعب. فهلا بي كان عم يقطع فيهم، الحمد لله اليوم احسن. انا قطعت فيهم من شي 4 أيام لورا، بس الحمد لله اللي بيقولوا انه نحن عوارضنا ما اجى وجع بالمفاصل، ما عملنا حراره، فقدنا حاسه الشم والذوق، تعبنا شوي، بس النفسيه اكيد، النفسيه كمان عنصر كثير اساسي واحد يركز عليها، لانه النفسيه كثير بتبقى تعبانه. انت هلا باي يوم؟ انا هلا صرت باليوم ال11. باليوم ال11، وقت الواحد يتعرض لهالفيروس بصير بيركض لعالم قبل انصابت لياخذ منها بعض النصائح، بصير يفوت على ويب سايتات او على مصادر ياخذ معلومات، هل انت لجأتي لهالقراءات وانتبهتي لتكون المصادر موثوقه؟ كيف تعاملتي مع هالموضوع؟
أنا أول ما أعلنت حالتي أصحابي اللي انصابوا بكورونا هن اللي اتصلوا فيي وهن اللي كانوا الدعم الأساسي لإلي، يعني أول أشخاص هن الأصدقاء اللي كانوا منصابين وتعافوا قبلي وعن جد ما تركوني ولا لحظة، واختباراتهم كانت درس كتير أساسي لإلي لأنه في كتير أشياء مشتركة. بس رح أقول شغلة لكل العالم، جوجل is not a doctor. أنا اتصلت بطبيبة، يعني جوجل بيعطي معلومات عامة بس جوجل مش هو الطبيب. مشان هيك أوقات بناخد تيبس مش على طول مظبوطة، فكل حدا عنده طبيب صديق لإله بيوثق فيه بليز يحكي مع طبيبه، لأنه عن جد أنا فعلا يعني طبيبة ما كنت خليه نام، اتصال دايم واستشارات دايمة، وحتى هو كل ساعة ساعة وشوي يبعث لي مسج تيطمن عن تطور حالتي. فأنا كنت بين أصحابي اللي اختبروا كورونا وبين الأطباء اللي بيسألوا. أنا بدي أقول للمشاهدين قالين يعني 5440 امبارح، وعم نسمع من مدير بوزارة الصحة سيد جوزيف حلو قديش عم بيقول إنه الخير لقدام، وبتسعة وعشرة الشهر رح يكون في كوارث، نتائج راس السنة شو صار والسهرات اللي خلطت العالم ببعضها. أنا بدي وجه هون كلمة إنه في أحد الزملاء، ما بعرف إذا إلي حقه الاسمه، بدي أقول له سلامة قلبك، حاسس بعوارض كتير قوية ومخيفة من كورونا، وتخيلوا ما قادر يلاقي مطرح بأي مستشفى بلبنان لحد هلا. بدي اقول له سلامه قلبك، ما راح اذكر اسمك ان شاء الله هلا بتطمن عنك تحت الهواء، بس تخيلوا مع كل اذا بقى نحكي انه في واسطه بالبلد ومعارف وممكن يامن، ما قدر يلاقي محل باي مستشفى ليتوجه لانه مقطوع النفس عنه. نفسك كيف؟ قالين. الحمد لله من هيدي الناحية، يقول الأكسيمتر على طول موجود تنقيس الأكسجين بالدم، هذا أساسي. بس تصديقا لكلامك جوزيف، دكتور زغبي من كم يوم كمان بعت نداء انه بليز امنوا ناني اكسجين بالبيوت، لانه عن جد المستشفيات ما بقت عم تستقبل حدا، مش عم بتساعد، يعني عن جد الوضع كارثه. اذا الواحد بده يبلش يجهز بيوته، يعمل مستشفيات صغيره ببيوته، لازم الناس توعى بقى اللي صار براس السنه وبفتره العياد مش مقبول، مش مقبول ابدا. لو اللي بده يزعل يزعل، بس مش مقبول اللي صار، عن جد مش مقبول. ألين سلامة قلبك، كلنا منحبك وإن شاء الله جتول سون، هي أهم شغلة. كنت أنا ما بحب دايما أنه إذا أشوفك بحب أسمع صوتك، بس ما رح أتعبك، بعرف أنه أنت هلأ بوضع ما قادري حتى الدندني، يعني بيكون عنا لقاءات تانية إن شاء الله من بعد ما تشفي، وطمنينا عنك دايما. شكرا لك ألين، انتبهوا على حالكم، وميرسي كثير جوزيف. Thank you.